نظمت كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين معرض التوظيف لطلبة برنامج التلمذة المهنية الأول، وذلك بحضور أكثر من 25 مؤسسة وشركة ومشاركة نحو 800 مترشح من الراقبين في الالتحاق بمختلف برامج التلمذة المهنية. وخلال الفعالية تم البدء في المرحلة الأولى لعملية اختيار 300 من المترشحين للبرنامج من قبل الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض. دائما ما تطل معارض التوظيف بنفسها من نافذة أهمية الاستثمار البشري باعتباره العنصر الأساسي في البيئة الوظيفية والمحرك الفاعل في الإنتاج. ومن هذا المنطلق طرحت كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين برنامج التلمذة المهنية الأول الذي يدمج بين الدراسة والعمل في نفس الوقت، مما يتيح للمؤسسات الاستفادة من نمو وتطور طالب التلمذة المهنية خلال فترة انعقاد البرنامج. برنامج التلمذة المهنية يدمج بين الدراسة والعمل لمدة 3 سنوات. الفكرة من البرنامج بأن الطالب يكون موظف قبل لا يدش عندنا الكلية، فيعطي ميزة إلى هذا الطالب بأن يكون عنده راتب شهري مؤمن في التأمينات الاجتماعية، وأيضا بيحصل على تحصيل العلمي وبيحصل على الشهادة الأكاديمية نهاية 3 سنوات. في الفعالية في أكثر من النشاط، عندنا يحضرون إلى المحاضرات التعريفية في الكارير سنتر ويأخذون محاضرة عن المقابلة الشخصية والتقدم للوظائف والبحث عن الوظائف. كذلك موجود المحاضرات الخاصة بكل تخصص في الكهرباء، في السيارات، في السباكة، في اللحام. بعد ذلك ينطلقون إلى مقابلة الشركة وهو عنده المعرفة وعنده التحضير المسبق. إن إطلاق برنامج التلمذة المهنية يأتي تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لبوليتكنيك 2023-2026، والتي ترتكز على أن التعليم للجميع وأن البرامج المطروحة هي برامج تدريبية متخصصة من شأنها دعم احتياجات سوق العمل. احنا نحاول بقدر الامكان ان نعطي اكبر فرصه الى البحرينيين ينضمون في هذه المجالات، اللي نتمنى ان هي ما تكون مجرد وظيفه بسيطه، قد تكون مستقبل واعد كامل مع المؤسسه. دخلت هالبرنامج عشان احس ان بننجز فيه، واللي هو تخصص الكهرباء، واحس دافع لنا ان احنا نتعلم شيء جديد ويكون عندنا خبره، وفي اقبال كبير على هذا التخصصات والاشياء يعني، فهي حافز لنا انهم فتحوا لنا هالمجالات عشان ندخل. تقدمت في هالبرنامج خصوصا انه في ميزات، يعني ان انا اقدر اشتغل وادرس في نفس الوقت، يعني عادل بين الشغل والدراسه، وفي فرص يعني ان انا اقدر ان اتطور اكثر واقدر ان انا احصل الشهاده ويكون عندي مثلا بزنسي الخاص. يشار إلى أن برنامج التلمذة المهنية الذي طرحته بوليتكنيك البحرين جاء بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق العمل التمكين، وذلك في 5 تخصصات مطلوبة، وهي السيارات واللحام والكهرباء والسباكة والتبريد والتكييف. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الرسوم الدراسية لبرنامج التلمذة المهنية ستكون مدعومة بنسبة 100%، كما يحصل طالب التلمذة المهنية على أجر مدعوم من صندوق العمل التمكين بنسبة 50%.